عندما أراد أن يكون شهيداً لوطنه ولأجل مقدساته يفدي بدنه، فعند عودة جثمانه خرجت خطيبته تخاطبه قائلة: قالوا دنقوا قتلهم وش حد، أنا رجل بحر عساتر تبده. قالوا دنقوا قتلهم وش حد، أنا حبيب بحر عساتر تبده. وقف وقفة عقال الشيخ بالديوان، معدل بالسوالف ما حد يرده. انت استشهدت بس انا حلم باق، وصعب اقبال عين الحلم يتعده. شقلك يا وطن معذور ما معذور، خذت من عند واحد سول تبخده. فر كل الاوطان. شقلك يا وطن معذور ما معذور، خذت من عند واحد سول تبخده. فر كل الاوطان. الورد بيها يعيش بس بهالوطن تستشهد الوردة. وقلت لهم عجيد يصيد وين الروس، ويتونس إذا يتقدم ببحده. إذا ثنى ركبته هو يخاف يفوت، ويعيش بأمان المستقر بعده. وقلت لهم ترف حتى ترف من الماي، من تخاف البلابل تختلي بسده. ومن قد ما يحب نتصل بي يقول اشم بقلاتك وي ساعة الهدة. قالوا عافج وقلت المهم رجال زلمة وابن زلمة وصدق بوعده. من قلالة خطبك موش حكي لسان، جاب الشيوخ لأهل وصارت القعدة. وهو على الساتر وشده وفشك حالوب، وبحرورة عشقنا تخلص الشدة. وبحرورة عشقنا تخلص الشدة. أحسنت أحسنت يا سيد حسين، خلينا نسمع السيد يحيى البارك. سيد يحيى، قصيدة رائعة حقيقة، مشحونة بالصور، متكاملة، وحدة الموضوع سليمة جدا. عندك أبيات يقول شغل لك يا وطن معذور ما معذور، خذت من عند واحد سولت بخده. الله عليك، الله يخليك صالح، بالتوفيق إن شاء الله. مبدع حبيب أستاذ عباس عبد الحسن. كل التوفيق للسيد حسين، يعني قصيدة جميلة ورائعة، قصيدة فيها الكثير من المعاني الوطنية وسمو الجهاد اللي نعرف به شعبنا العراقي وأبطالنا المجاهدين. أبطالنا بالحشد الشعبي وقواتنا الأمنية. وسيد حسين قدر يوصل الحالة بصورة جميلة، أنا أتمنى على التوفيق. الله يسلمك حبيب أستاذ عماد، نسمع رأيك. قصيدة لا تخلو من الشموخ والألق العراقي والناس الذين وقفوا على سواتر العز والكرامة، أتمنى لك التوفيق. تحية أكيد لرجالنا على السواتر، رجال حشد الشعب الأبطال وجميع القوات الأمنية. شكرا يا حسين لأن استذكرت هذه القوات، شكرا لمشاركتك.